ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنقارن ما بين اربع موديلات من القلايات الهوائيه، اربع موديلات لبراندات مختلفه، ماركه تيفال وماركه بلاك اند ديكر وماركه فيليبس وماركه كينهون. الاربع موديلات متقاربين في السعه والوات، عشان كده كتير مننا بيحتار ما بينهم. هنقارن ما بينهم دلوقتي في كل حاجه، اولا السعه او الحجم والوات او السرعه والشبكه وسهوله التنظيف وكل حاجه والبرامج والمقاسات الداخليه ليهم. تعالوا نبدأ بماركة تيفال، موديل تيفال اكس ال الايزي فراي. ده شكل الشبكة من جوه. الشبكة من جوه عبارة عن نظام الشبكة المطور، سهلة التنظيف جدا، شبكة كده بتتشال. ده شبكة فك كده بسهولة وتتشال وتتحط بالشكل ده. الموديل ده مانيوال، بنظبط درجة الحرارة والوقت عن طريق بكر. بنظبط الوقت من هنا، درجة الحرارة بنقدر نظبطها من فوق عن طريق بكرة من فوق من هنا. الموديل الثاني بلاك اند ديكر AF400. ده شكل الشبكة من جوه، مش باين قوي ان هو اصغر من التيفال، بس ده عبارة عن سلة بتتحط جوه حلة. الموديل اللي بعد كده موديل فيليبس، موديل HD 9200. ده مانيوال برضو. ده شكل الشبكة من جوه. اقول لكم المقاسات عشان برضو الكاميرا مش موضحه قوي الفرق ما بين الشبكه. ده كين مود اكس ال، ده شكل الشبكه. اول حاجه هنقارن ما بينها الوات. الوات لموديل تيفال اكس ال 1500 واط. الوات لموديل AF400 بلاك اند ديكر 1500 واط برضو. في فيليبس 1450 واط. لكين مود 1500 واط، يعني تقريبا قد بعض في الوات. في الحجم بقى، دي تشيل 1200 جرام، بلاك اند ديكر تشيل 1200 جرام برضو. بس هقول لكم ايه الفرق ما بين بلاك اند ديكر دلوقتي. فيليبس تشيل 800 جرام، كينوود تشيل 1700 جرام بالمقاسات بتاعتهم، بس بمقاسات الشبكه تشيل بالنسبه لي 1200 جرام. طيب بالنسبه بقى لمقاسات الشبكه، موديل تيفال اكس ال المفاجأة ان هو اكبر واحد فيهم. مقاسات الشبكة بتاعتها 22، القطر بتاعها لانها شكلها دائري 22 سنتي، والارتفاع 8 سنتي. موديل بلاك اند ديكر AF400 قطر الشبكة 19 سنتي والارتفاع 9 سنتي. موديل الفيليبس 800 جرام طول في عرض 19 في 18 سنتي والارتفاع 8 سنتي. موديل كينوود الاكس ال مقاسات الشبكة 21 في 21 سنتي والارتفاع 9 سنتي. المفاجأة ان احنا كده عندنا موديل تيفال اكس ال هو اكبر واحد في الساعة ويشيل 1200 جرام. بعديه كينوود المقاس الشبكة قلنا 21 سنتي في 21، بعديها ده اكبر واحد فيهم بعد تيفال اكس ال. بعدها قلنا هيبقى موديل بلاك اند ديكر، بعدها موديل فيليبس. هو طبعا بالمقاسات كده فيليبس اصغر واحده فيهم، واكبر واحده فيهم موديل تيفال اكس ال. بالساعه اللتريه تيفال اكس ال 4.2 لتر، بلاك اند ديكر 4 لتر، فيليبس 4.1 لتر، كينوود 3.8 لتر بالساعه اللتريه. بالساعه اللتريه 3.8 لتر، دي اللي هي الحجم ده او الساعه اللتريه اللي هي ساعه الدرج او الحله اللي بيتحط فيها الشبكه. يبقى كده قارنا ما بينهم، ما بين الواط ومقاسات الشبكه والحجم او الساعه. قلنا اكبر واحده فيهم تيفال، وبعدها كينوود، وبعدها بلاك اند ديكر، وبعدها فيليبس. طيب دلوقتي انا عايزه اقارن ما بين الخامه. بالنسبه لي اللي انا شايفاه خامه فيليبس احسن واحده فيهم في الخامه والاداء والكفاءه وتوزيع الهواء. لو جينا نشيل الشبكه بتتشال ازاي؟ بنروح جايين مطلعين الجزء الكليرك ده لقدام وضغطين على الزرار ده، بنلاقي الشبكه اترفعت معانا. ده شكل الشبكه بعد ما شلناها. هنلاقي تحت كده علامه نجم البحر، دي اسمها تقنيه الرابط اير في فيليبس. فيليبس واخدة براءة اختراع بفضل تقنية الرابط اير اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، وهي بتوزع الهواء كويس جدا في القلاية. يبقى كده فيليبس احسنهم في الخامة والاداء والكفاءة وتوزيع الهواء. بعدها بالنسبة لي كينوود اكس ال احسنهم في الخامة،
هنقول بلاك اند ديكر، لا بلاك اند ديكر في الموديل ده خامته مش قد كده، يعني في الموديلات الحديثه اللي هي موجوده دلوقتي اي اف 700، لا يبقى اي اف 700 في الموديل ده احسن، انما في الموديل ده اللي هو اي اف 400 لا كينوود احسن بالنسبه لي. بعدهم خالص يعتبر تيفال. لو جينا نتكلم على سهولة التنظيف هنقول ان تيفال اسهل واحدة فيهم في التنظيف، لان هي عبارة عن شبكة بتتحط كده وخلاص، فعشان كده هي سهلة التنظيف. فبالنسبة لي تيفال كده اسهل واحدة فيهم في التنظيف. بعدها الثلاث موديلات التانيين يعتبروا زي بعض في التنظيف، لانهم عبارة عن سلة بتتحط جوه باسكت او حلة، فهم زي بعض تقريبا في التنظيف. قلنا فيليبس احسنهم في الخامه والاداء والكفاءه وتوزيع الهواء، بعدها كينوود، بعدها بلاك اند ديكر، بعدها تيفال. بالنسبه بقى للسرعه، رغم انهم تقريبا قد بعض في الحجم، بس السرعه هنا بتفرق. تيفال وكينوود تقريبا قد بعض، بس الفرق في الساعه اللتريه دي اللي بتخلي كينوود اسرع شويه من تيفال. فرق الحجم مع فرق الوات بيخلي الاليات الصغيره هي اللي تكون اسرع. طب دلوقتي انا عايزه احسم الاختيار ما بينهم، عايزه اختار ايه؟ احنا عارفين كلنا في مصر دلوقتي ان فيليبس ملهاش توكيل، فلو موضوع التوكيل هيفرق معاكي يبقى فيليبس دلوقتي استبعديها من الاختيارات بتاعتك. لو مش هيفرق معاكي التوكيل فخليكي في اولهم فيليبس، ده اول اختيار ليكي. بعد كده لو هيفرق معاكي ديجيتال او مانيوال، عندك تيفال مانيوال وفيليبس مانيوال، خليكي في الاختيارين دول. لو حابه الديجيتال اكتر لا يبقى خليكي في الكينوود. كينوود ديجيتال وفيها برامج، فيها حوالي 7 برامج طبخ معدة مسبقا، برنامج البطاطس الفروزن، وبرنامج البطاطس الفريش، وبرنامج الجمبري او الكشريات البحرية، برنامج الكيك، برنامج افخاد الدجاج، برنامج شوي اللحم، برنامج السمك. دي البرامج الجاهزة الموجودة في قلاية كينوود اكس ال. قلنا فيليبس مفيهاش برامج، بلاك اند ديكر ما فيهاش برامج، بس هي ديجيتال بتظبط الوقت والحراره عن طريق زراير ديجيتال، بس ما فيهوش برامج معده مسبقا. هو كاتب لك هنا اقتراحات للوقت ودرجه الحراره على الشاشه كده. قلنا لو انت حابه البرامج يبقى هتختاري الكينوود اكس ال، لان هي الوحيده اللي فيها برامج معده مسبقا. بعدها هتختاري بلاك اند ديكر لان هي ديجيتال بس بتقدري تظبطي درجه الحراره والوقت عن طريق زراير. فيليبس وتيفال ما فيهمش برامج، بتظبطي عن طريق بقر. هما دلوقتي الاربعه زي بعض في كل حاجه، عشان كده الاختيار بينهم يحير. فبالنسبه لك لو انت عدد افراد اسرتك 2 او 3 يفضل تجيبي فيليبس، دي انسب حاجه في الحجم، هي تشيل 800 جرام من البطاطس الفريش وفرخه 800 جرام. بعدها يفضل تجيبي بلاك اند ديكر، هي تشيل زي ما قلنا هي بمواصفات الشركة تشيل 1200 جرام، بس هي بالمقاسات تشيل حوالي 1 كيلو جرام من البطاطس الفريش. بعدهم كينوود اكس ال، هي اكبر شوية من بلاك اند ديكر بمقاسات الشبكة زي ما قلنا، واكبر شوية من فيليبس بالمقاسات اللي احنا قلناها، بس هي تشيل تقريبا 1200 جرام من البطاطس الفريش. بعدها تيفال تشيل تقريبا 1200 جرام من البطاطس الفريش وتشيل فرخة كاملة 1 كيلو و200 جرام. يبقى بعدها احسنهم في الحجم تيفال وكينوود. فيليبس وبلاك اند ديكر صغيرين شويه، فلو انت اسره شخصين او 3 يفضل تجيبي بلاك اند ديكر او فيليبس. لو اكبر شويه 3 او 4 اشخاص يفضل كينوود او تيفال. لو اهم حاجه عندك سهوله التنظيف يبقى خليكي على طول في تيفال، لانها عباره عن شبكه بسيطه جدا وسهله التنظيف جدا. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو عندكم اي سؤال سيبوهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا، وما تنسوش تشتركوا في الجروب الخاص بالقلايه الهوائيه واللينك في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم جدا.